أفضل هدية ممكن تقدمها طفلك تابلت كيوتين من شركة جيتار. التابلت يأتي بكرتون على شكل هدية، أيضا مع كيس إضافي. التابلت يأتي على شكل باندا، شكل محبب للأطفال، كاميرا أمامية وذنين تعطينا إضاءة وأنوار. أيضا يأتي بسماعة صوتها جدا عالي وقوي، حجم الشاشة 7 إنش، شاشة HD، ذاكرة الجهاز 16، رام 1، ويمكننا إضافة ذاكرة خارجية. حجم البطارية كبير 4000 ملي أمبير. جهاز يدعم اللغة العربية بالكامل. أيضا يأتي بأحدث إصدار من إصدارات الأندرويد، إصدار 10، أيضا يقبل التحديث. يدعم متجر جوجل بلاي، يمكن التحميل من خلال متجر التطبيقات والألعاب. أيضا محمل مسبقا تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب، اليوتيوب، أيضا تطبيق خاص بالأطفال. نشوف مع بعض الصوت حق الجهاز، صوت عالي وقوي. ملحقات الجهاز: مايك باللون الأزرق واللون الزهري، أيضا سلك شاحن الميكرو مع فيش ثنائي ووصلة للمايكات، أيضا كتالوج للتطبيق الخاص بالأطفال، وكتالوج للجهاز باللغة العربية واللغة الإنجليزية. للطلب أعزائنا الكرام، زيارة معرضنا في المدينة المنورة أو زيارة موقع عجيب غريب على الإنترنت، والشحن مجاني جميع مدن المملكة.